احنا بنجهزك علشان تعمل عمليه ومش عارف ايه اللي شفته. طلعت تيجي قالت للدكتور الحق يا دكتور العيان اللي هنعمله العمليه بكره دوت ما اعرفش كان فيه ايه فيديو سيرم. قام جالها الدكتور جاله قال له في ايه يا عم ايه اللي عملته؟ قال له مفيش حاجه. امال ايه اللي شفته؟ قال له كان معايا ازازتين زيت العضلات شفتهم. الراجل يعني سكت قال له خلاص انت حر بقى احنا بكره هنفتح نفتح. وجم الصبح فتحوا القلب وعن لسان الراجل المريض بعد ما جالنا. قال قعدوا نص ساعة بس يعني عشان يمسحهم ماء وجوههم. لا لقوا حاجة مسدودة ولا حاجة عاوزة دعانة ولا شرايين تتغير ولا حاجة ولا أي حاجة خالص. راحوا قافلين القلب تاني وقالوا له قوم يا عم تتلف. حاجة يعني مجهول كده. الناس بتوع فيروس سي انا سالت الدكتور قلت له فيروس سي بيروح من الانسان قال لا يضمر يعني يفضل كده وما يبقاش ناشط لكن بيبقى موجود وخلاص يعني ما قالوش حاجه كده. كان عندهم يعني فيروس سي واعطانا لهم انبوبه بيحطوها في ميه ويشربوها. دكاتره مش يصدقك انت اللي كنت بتيجي وبيديك ونعمل والكلام ده مش لاقيين اي حاجه قدامهم يعملوها. اي حاجه قدامهم مش يعملوها. ده من اعجب المعجزات اللي حصلت. انا قاعد بمشي بالناس كده دخل عليا اب شايل بنته وكان عندها 18 ودخل يجري عليا ودموعه ما بتنسد بالقطره من القاهره ومراته برده معاها كده ومنهاره ودخل بقول له في ايه بس هنقوم تروح تسيب الناس تقوم تجري كده. قال لي تصدق يا ابونا تصدق دي ان عندها ورم في الرئه. انا ما انا ده اللي خلاني سمعت الخبر ده رحت سايب كل حاجه في ايدي واخدها على ايدي كده وفتحت الباب ده ورحت منيمها هنا منيمها هنا وقفت كده اصلي للست العذراء واكلمها. انا ما اتدورتش عشان الناس ما تشوفش دموعي بالامانه. دخل حصلني اب كده قلت له نعمل تمثيل نعمل مديحه نعمل اي حاجه كده وفعلا وهي قاعده كده حطيت ايدي جوه الكيس بقيت اخد الزيت ده احميها في صدرها واحميها في ظهرها واحميها في كل حاجه. وبعدين طلع الواد ووظفوها والكلام ده وبتاع وهيسافر. قال لي ابونا انا مسافر بيها فرنسا. قالوا لي علاجها في فرنسا مش هنا هو حد يمد ايده عليها هنا. انت مقتدر سافر فرنسا على طول واعمل. فهو بيقول وانا مسافر فرنسا عمالين نصرف كل يوم الست العذراء. فقالوا له جهز كل الحاجات قبل ما تروح عشان ما يعطلكش. يعني اعمل كل التحليل هنا واعمل كل الاشاعات هنا واعمل كل المطلوب. وهو بيعمل اشاعه في المستشفى الالماني قام بيقول لي وانا قاعد بعد ما صوروها الدكتور بيبص على الاشاعه كده راح راميها راح عامل لها تاني بص بالاشاعه تاني كده وراح سايبها على جنب. قام بيعمل اشاعه ثالثه قام قال له تعالى يا استاذ انت عملت لها العمليه دي فين؟ انت رايح بيها فرنسا تعمل ايه؟ قال له راح اعمل العمليه اللي بتقولوا عليها. جاب بالظبط شاور له على مكان المرض اللي كان متفشي دايره كده اصغر من خرم الابره اصغر من خرم الابره. قال له ده هتاخد يعني نوع من البرشام بسيط يبقى مش اي حاجه. قال اللي شالت الورم ده كله من على الرئه كده وكلام. هقول بقى اخر معجزه من الناس الغلابه اللي ما بيعرفوش يتكلموا عن نيتهم كده قسيس من الصعيد ده وطلب مجموعه زيت اعطانا له وبعدين قام بيوزع الزيت على كل اللي شافه وقام وزع انبوبه لواحده ست ارمله ساكنه في عشه وما فهمهاش حاجه ولا بتاكل ولا بتشرب الست غلبانه. فالست دي مربيه كان فرخه عندها بتبيع البيض بتاعه وتاكل منه او بتعمل الفراخ والكلام ده كده. وقايمه الصبح تنظف على الفراخ بتحط ايدها وتشتري القش كده قالت اي فبصت لقيت ايدها هنا ايه متعوره قالت لازم حته صفيحه ولا مسمار. بتشيل القش كله لقت التعبان بيجري قالت بس يبقى ده ايه بعض التعبان. طلعت تجري على مين؟ ما عادش بقى حاجه مش لاقيه تاكل لقمه عندها صيدليه ولا حاجه مطيره. اما طلعت تجري افتكرت ايه؟ جابتها وفتحتها وصرخت قالت لها يا عذراء ما تخليش السم يمشي بايدي ولا يمشي بجسمي. دي العباره اللي قالتها. حته سرقه وربطت ايدها وجري على ابونا. الحق يا ابونا انا التعبان عضلي. شفتيه؟ قالت اشوفه. خدها ابونا وطلع على مركز اسعاف صغير في القريه. عندكم جماعه مصر تعبين؟ قالوا رحنا في الصعيد عندنا مصر عقاري. سابهم ورحنا الكستاني، خدوا بالكم من الوقت. عندكم مصر تعبين؟ قالوا ما عندناش. سابها وراح على المركز.
عندكم مصر التعليم؟ قالوا اه عندنا. رحت من داخله وعرضتهم على بال ما يجيبوا لها الدكتور. الدكتور بعد شويه دخل فك لها الكرة اللي كانت ربطتها. قال لها انت ايه اللي ايه ده؟ انت تعبانه عضلي. قالت له كده عينك؟ قالت له ايوه. فقعد كده اهو وهو بيضغط. الاول سالها كده قال لها تعبان ده عضلك من امتى؟ قالت له وانا معايا ساعه لان انا ما اعرفش لكن تقريبا كده من شق الفجر. قال لها يعني شق الفجر يعني ايه؟ قالت له كانت الشمس لسه هتطلع. قال لها يعني الشمس بتطلع انت الساعه كام؟ 6 6 ونص والوقت 9 ونص ثلاث ساعات وما قلتيش انت متاكده انت تعبان عضلك؟ قالت له اه. اما هو قال له معلش يا دكتور بقى طيب خطوه قاعد بقى وبيضغط عليها كده بيشوف ان كده فراح نازل ثلاث اربع نقط في الزيت خدوا شموا وشافوا كده قال ايه ده الست اللي انت حطاها؟ قالت له زيت العضله. لا عضله ايه اللي بتحطيه ده انت مسمومه تحط الكلام ده؟ ابونا برضه قال له معلش يا دكتور على قد نفوسهم كده وعلى قد معرفتهم. قعد يعمل كده فراح جايب المشرط وفتح البتاع قوي بعد ما نزل الزيت خلاص ابتدى يضغط ابتدى نقط السم تبان السم التعبان معروف يعني ابتدى يضغط راح فاتحها قوي وابتدى يطهر كل ده. استنى بعد يطهر 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 وبعدين راح رمت لها كل الكلام ده وحب يتاكد بعد ما طهر كل ده راح جايب سرنجه واخد حبه دم من تحتها واخد حبه دم من ايدها وحللهم لقاهم في منتهى النقاء. قام بص لها كده قال لها روحي يا حاجه تشوفوا حاجه لله. يا ريت ما انا قلت للست العذراء قلت لها ما تخليش السم يمشي في جسمي سمعت الكلام. الناس دي بسيطه واحنا الطفل اللي بعد المعموديه وانا هقريها على النت ما بلاش ده عشان الموضوع اللي انا بقوله جامد جدا يا مولاك فعلا حاضر. ففعلا بعد ما عمل البتاع دوت وانتهت والحمد لله كده اخر بقى حاجه عشان دوت ام واب ما كانوش بيخلفوا ومنشروا لما جم هنا لو جبنا حد هنيجي نعمده هنا فجابوا ولد فجم يعمدوه دخلوا عملنا لهم المعموديه الصبح وعمدناه وقاعدين بيقضوا اليوم في الحوش عندنا بيتغدوا بيفطروا هيكملوا اليوم في بورسعيد ويسافروا. انا قاعد بمشي من الناس هنا وكوبيت لقيت ايه صويت 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 فين؟ في كل الحوش كل الستات بتصور جريت في ايه؟ الام ما تلحق يا ابونا الولد اللي عملته مات. انا بصيت كده معلش دكتور عشان اشوف شكله كده لكن لقيت ايديه مرميه كده والولد جيبه بجيبه كده زي ما بيقولوا حته كرة كده رحت اخده في حضني وطلع عينه وحطيته برضه هنا. وقعدت اقول لها يا ست يا عذرا معقوله معقوله بعد خمس ست سنين ما عندهمش عيال ويوم ما يجيبوه ينوفوا له في النذر ويعمدوه هنا يجي يدفنوه هنا يروحوا من غيره يا ست يا عذرا؟ صدقوني انا بتكلم كده وبشرح من قلبي كده قلت لقيته الولد ايه راح مبربش في عينيه كده رحت قرصه راح معلق رحت اخده كده قلت لامه قلت لامه خد ايه اللي كان سليم ما هو عشان تسافر بيه سليم والحمد لله كده كل سنه وانتم طيبين.